شوفي، أنا هواي تعرفت على شباب بحياتي. بالبداية كنا بالمدرسة، من دخلنا المدارس يعني المتوسطة والإعدادية يقفون باب المدرسة شباب هواية، فالأغلب من يومهم مثلا يتابع وين أوصل طريق أنا وصديقاتي. إحنا ما شاء الله يعني كنا جمال حلو هو اللي يجذب، بس هي كانت مرحلة مو جدية، بس هيك يعني مرات مثلا يصير بالعطلة بالعيد مثلا نطلع سفرات نتونس، مو أكثر، مو علاقات يعني على مود نتزوج، لا هيك ونسة. وأنا أصلا ما كنت أفكر بالزواج، نجحت من السادس وجبت معدل، وصراحة حتى صديقاتي تفاجئوا إن شلون جبت معدل وأنت تحبين هاي الأشياء، الحب والهاي تحكي كله بهاي الأشياء. أنا أحب دراستي، والشيء الوحيد اللي حبيت أكثر شيء بحياتي هي الدراسة، فطلعت معدل ورحت واحد من اختصاصات يعني بي رأساً أنه أتعين. فدرست وكان على حساب أهلي، وأهلي يعني ما قصروا، هم حالتهم زينة تمام وما حارميني من شيء. خلال مرحلة الجامعة ما تعرفت على هواي ناس، ويعني صارت تعارف أكثر على الفيس، على الانستغرام، هواي مواقع، هواي جروبات، فيعني تعرف على ناس. أكو يوم مثلا يجونا للجامعة نطلع سوا، يعني مسألة طبيعية. بس أنا هاي الفترة ظليت أفكر بالزواج، وبصراحة ولا واحد من يومهم يحكي بموضوع الزواج، فقلت خلي أنا أبادر، بس خلي أختار اللي يكون بيهم زين. يعني اختاريت اول واحد، هاي يعني صارت بالمرحلة الثانية من الكلية، فصراحة وفيت له وما تعرفت على حد ولا حكيت ويا احد، وهو ما ظليت اختبره واغار عليه، بس صراحة ما تعلقت، يعني حب بس مو تعلق، اللي دا يعرفني عادي انه ما اهتم. فحكيت موضوع الزواج وهذا رأسا طفر. واغلب الولد هيك يعني بعدين غيره يعني نحكي بموضوع الزواج رأسا يتغير ويروح وينهي العلاقة وتصير مشاكل يعني مو جديين. فأنا ظليت حايرة بهذا الموضوع لحد بالمرحلة يعني الرابعة الأخيرة، فماما قالت لي يعني شنو، مش ماكو أحد، ماكو بن حلال، تريد يعني تشوف مثل بقية البنات، بنات خالتي وغيرها كلهن متزوجين بس أني. فكان أكو واحد من ضمن اللي يعني تعرفت عليهم، هذا كان شكله حلو ومرتب بس أهله محافظات، وهو يعني يجي لبغداد يدرس يعني ويانا بالكلية. أنا الصراحة خليت عين عليه إنه هو زين، سألت عليه قالوا زين وما عنده علاقات وما مرتبط وهذه، فصارت يعني إنه صدف وحكيت وياه وهاي، بعدين تعرفنا وظلينا نسولف. فقلت لماما قلت لها هذا الولد زين، أمي سوت قالت لي شنو اسمه، حاولي تجيبي لي اسم أمه. انا استغربت الصراحة، بس يعني فهمت انه تروح مثلا تاخذ استخارة عليه تشوفه مناسب اليه. فاني بالشقة وهذه قدرت اعرف اسم امه، فهي لا ماما يعني ما راح بس اخذت استخارة الصراحة، يعني مثل اللي سوت لي تسهيل امر، هو يعني معناته شلون يعني نروح الناس يعرفون بهاي الاشياء ويسوون اشياء، يعني مثلا انطوني اشياء مثلا الشموع اشعلهم بالمغرب هيك ساعه، اقرا هيك اشياء، قالوا هاي التسهيل حتى انه تصير القسمه على هذا الشخص. والصدق يعني تقريبا يعني شلون وصلنا التخرج، اجى الولد وتقدم وصارت القسمة، بس أنا شرطت إنه أقعد يم أهلي، أأجر يم أهلي، ما أروح يمه هناك يم أهلي. أهلي كانوا رافضين هذا الشيء، فتخرجت أني. تعرفين هاي الفترة بعد التخرج نبقى فترة وبعدين يطلع أسماءنا إنه نتعين، فهاي الفترة أني بين إنه بيتي وبيت أهلي وأروح الأهلي، أهله ما تقبلوني، صارت مشاكل وجناتهم، وأمه ما تطيقني أصلا وما تحبني. صارت هاي الفترة أنا عندي ولد، وبعدين طلع التعيين مالتي، فظليت ما أقدر أروح، يعني أخلي ابني يم أمي وأنا أروح للدوام. هو يعني شلون ما كان حاب، هو غير مو بقسمي، غير اختصاص، فما لقى تعيين، فاشتغل يروح شلون يودي طلبيات محافظات وهاي يجي.
فأني هاي الفترة صراحة صار بيناتنا شلون الفراق، صارت مشاعر يعني مشاعرنا باردة، ماكو ذاك التعلق مثل قبل. فهو بوادي وأنا بوادي، أنا رجعت نفس قبل، أتعرف على ناس أحكي وياهم، بس الصراحة ما يعني شلون ما أدخل أحد مثل صفحتي هو قدامي يشوف شنو عندي بالفيس بالإنستغرام. ماكو شخص مثلا أضيفه إذا ما شايفته بالحقيقة، يعني مثلا اللي أشوفهم محلات يمنا أتهم محلات اللي مثلا عن طريق بنية مثلا زملائي، إلا شخص أعرفه يلا أضيفه أنا هيك طبيعتي يعني، وما أحسبهم غربة ذولي. المهم بعدين فجأة إنه تلفونه هو يتصل زوجي، ف يعني عرفت من أي تتصل بيه، فعرفت إنه هو دا يخوني، ومن يروح محافظات هم يبات هناك، فيبات يم بنات يسوي هواي أشياء. أنا ما واجهته وما حكيت وياه، قلت خليه هو بوادي وأنا بوادي، أنا عايشة اللي يحاسبني أطلع أطب وهذي، هو عادي أنا يعني متعلقة بيه ولا أغار عليه، عادي الموضوع. فبعدين صارت عندي طفلة ثانية، الطفلة الثانية يعني ابني صار عمره يعني تقريبا سنة ونص، بس هو ما يمشي، واكتشفنا إنه هو عنده مشاكل يعني برجليه ولازم علاج طبيعي. فأني كلش يعني هالفترة تعلقت بيه وظليت أوديه علاج طبيعي، هو ما مهتم عادي، إذا عنده ينطينا بس مصرف للبيت مو أكثر، الباقي كله علي وأنا يعني راتبي ومتساعدني. صار عندي طفلة بنية زينة الحمد لله ما بيها أي شيء. هاي الفترة همين، وخاصة بعد الولادة وهاي، وأني أصلا ابني يعني صار مسؤولية أمي متعلق بيها، بس البنية رجعت بعدين للدوام، هم رجعت نفس الشيء، تعرف على ناس، بس هو يعني اللي صارت المشاكل وبعدين يعني فصلنا فترة ورجعنا، انه لقى رسائل بالتليفون هي من شخص، بس هي كانت رسائل عادية، بس هو يعني ضاج لانه انا احكي وي ولد وهيك شيء. انا من يجي هو مني محافظة انا رأسا امسح كل المسجات الموجودة بالتليفون، يعني اخاف من يم رد فعله مو فتشي. فانفصلنا فترة، خلال هاي الفترة أنا تعرفت على شخص هو مو بالعراق، خارج العراق، وشرحت له يعني ويعرف ظروفي يعرف هاي، فصارت بيناتنا صراحة تعلق وصار بيناتنا حب. فقال لي إنه ليش ما تنفصلين وتعالي نزوج هنا. صراحة أنا عجبتني الفكرة مالته، بس شلون يعني زوجي إنه رأسا أقول له انفصل بدون لا شيء. فعلاقتي بهذا الولد صارت كلش قوية، بس زوجي لح انه هذا لازم نرجع بعد هاي الانفصال، وجاب اهله، ويعني مو امه طبعا لان هي ما تحبني، فجاب اهله. المهم اهلي قالوا رجعي، فانا اجبرت ارجع، قلت يلا خلينا نشوف الوضع، يجوز ذاك يوم مو صادق، يجوز استغل وضعي لانه اني منفصله هاي الفتره. المهم لا بقى الولد، ويعني كلش وفي لي وزين. زوجي نفس طبعه وما تغير وماكو اي شيء بيناتنا. فاني هذا الولد زادت علاقتي بيه، يعني كل يعني تصور علاقتنا وصلت مثل المتزوجين ومن خلال التلفون، ومن يكون زوجي خارج البيت او يكون مسافر. بس هذا الموضوع ما بقى هيك شيء، لانه هو اكتشف الموضوع بعدين زوجي، وللاسف يعني انا بهاي الوقت شوف يعني هي أنا لو بوقت من كشفته هو خانني بديش الفترة بداية الزواج وهيك شيء، لا صورت عليه ولا البنات يعني مثلا دزوا لي صور حتى أتأكد أو هيك شيء، هو لا العكس، هو صور المحادثات وصور كل شيء، إنه هاي تثبت يمه إنه أنا خنته، حتى عودي أخذ الجهال من يمي. أنا ما يهمني خلي ياخذهم، بس هو ما يقدر أصلا يعيشهم، لأن الولد كبير عنده علاج طبيعي، والبنية يعني تريد مصرف، وأنا معودتها يعني على هواي أشياء. المهم فرجعت أنا لأهلي، بس قلت له إنه هذا يبقى الموضوع بيناتنا، تريد جهالك تاخذهم، ما أريد أي حقوق، وخلي يصير طلاق. صارت محكمة، بس بالمحكمة كانوا أهلي وياي وعرفوا بالموضوع، فصارت مشكلة وياي. أمي تصدمت قالت ليش ما قلتي لي، على الأقل أنا مثلا أسد الموضوع أشوف شلون. قلت لها بعد هذا اللي صار ولا تلوموني وأنا ما مسوي شيء غلط،
أنا وقفت بعينهم. يعني القاضي يعني شاف هاي الأشياء، وما يعني شلون ما قالوا ما تثبت هاي الأشياء، حتى لو يعني يقولون ما يصير بالتليفون ما تثبت خيانة وهيك شيء، بس هو يعني ما أعرف شلون سوى بأنه يقدر ياخذ الأطفال. أنا أصلا ظليت ما أروح، بس أول مرة من صارت هاي بالبداية المحكمة ظليت ما أروح بعد، وخليت المحامي هو يتوكل، وقال لي انت شنو اطفالك يعني ترديهم، ترى هذا الموضوع يعني صعب وهاي، بس يعني اقدر اجيبهم الك. قلت له لا خليه، خليه ياخذهم، خليه يشوف شلون اني معيشتهم، واني قلت له اني متنازله خليه ياخذهم. المهم خذ الاطفال وانا اتطلقت، ما اخذت طبعا، بس اللي اخذت اني الذهب مالتي والغرفه قبل لا تصير المحكمه، فما رجعت لاي شيء ولا هاي، يعني لان هذا الموضوع صار يعني التفاهم بيناتنا بانه انا اعطي الاطفال بس انا اخذ الذهب مالتي الغرفه مالتي. اعطيتهم اليه يعني يمكن 6 شهور، تقريبا 6 شهور ما تحمل، وقال هاي الاطفال يردوك. وانا خلال هاي الفتره اللي سالت عليهم ولا شيء، ما اعرف شلون جتني يعني القسوه بقلبي، رجعهم لي، قالوا انا ما اتحمل، والولد يعني حالته اللي تعبنا عليه وقدرنا انه احنا شويه يقدر يساعد روحه بالمشي كله انتكس، لانه لسه ماكو اي علاج خلال هاي الفتره، وهو كله هو بسببه. انا قلت له من البدايه يعني لو عايفهم احسن. رجعت من جديد للولد والبنيه، همي البنيه تمام، مو يعني صح، بس شلون مو مثل الولد، الولد كان متعلق بينا أكثر وبأمي أكثر. الولد اللي أنا كنت يعني تعرفت عليه هو السبب هاي كلها، بعد اللي هسه يعني إنه مصر على زواج من يمي، وأني قابلة وقنعت أمي، وبس بقت مسألة الأطفال شلون يعني أخذهم، لازم يعني أبوهم يقبل. وابوه اللي هسه ما قابل عن هالموضوع، وما اعرف، اريد اسال همي القانونيه شلون يعني اقدر انه راح اتزوج الولد بحيث انه اقدر اخذهم وياي. وهناك لهم بالخارج، هو لو يفكر شويه انه بالخارج لهم يمكن علاج الى الولد اكثر، البنيه يعني لها حقوق وهيج شيء. وبعد ما اعرف، اريد اسالك يعني بالمحامي شوف منو يعرف شلون اقدر انه الاطفال اخذهم وياي. خيانة زوجية مؤخرا صار بها استحداث، صارت خيانة الكترونية وعن طريق التواصل الاجتماعي. قانونيا شو الاجراءات اللي صارت حول الخيانة الالكترونية؟ هل يؤخذ بها بالمحاكم العراقية؟ تفضل. السلام عليكم، حياكم الله، ويسعدني يشرفني من جديد أن ألتقي ببرنامجكم من أرقى برامج العراقية اللي تتناول الأمور بشكل مباشر ونقدر نقولها بصراحة وبوضوح وبدون رتوش وبدون لوفات. الخيانة الزوجية ابتداء هي الخيانة من أبشع الأمور اللي يمكن يعني تصيب الكائن البشري، لأن إنسان واثق بإنسان وفجأة يلقاه عايش بغير جو وبغير عالم ومو يمه، وكل هذا المقابل اللي يبنيه واللي يصنعه على تتكون حياه اسريه متكامله، لقى نفسه يمشي وحده، والمقابل ده يمشي بعالم ثاني، وبالتالي يتعرض لصدمه نفسيه عنيفه، وهي اكيد المختصين يعرفوها. بمجالنا احنا وضمن اختصاصنا القانوني الخيانه، ما جاء القانون بتعريف مختص شامل، لكن للاسف الشديد بعد عام 2003 وبعد ما صار عندنا انفتاح الكتروني عالي المستوى، وبعد ما للاسف الناس ذكورا واناثا، انا اشمل الطرفين رجالا ونساء، انفتحت عينهم على الدنيا بالطريق الخطا نتيجه الانفتاح. العالم صار يختلف، صارت مولات، صارت سيارات حديثه، صار استعراضات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي كل واحد قام يشوف نفسه هو مراد عالم دار، وكل واحد قام تشوف نفسها هي الاميره ديانا. وللاسف تجيكم هاي حالات يوميا. انا بالمناسبه اي حاله تقريبا يعني يوميا، انا ما اقدر اعطيك رقم لان مجلس القضاء الاعلى كل شهر ينزل حالات الطلاق اللي تصير، بس حالات الخيانه للاسف هي حالات معيبه، يعني تتنافى ويا اعرافنا وتقاليدنا
احنا نروح نرجع، ترى احنا عرب عندنا تقاليد لازم نحترمها ونحتفظ بيها ونقدرها مثل ما باقي الدول العالم. اكيد الكل هسه امريكي يعتز بكيانه، البريطاني يعتز بكيانه الفرنسي وباقي الامم نفس احنا للاسف الشديد بدات تظهر عندنا حالات الخيانه الزوجيه، ومع الاسف مع الاسف يمكن راح تنصدمين من هذا الكلام، اغلبها حالات نسائيه. طبعا ما اقول هي الحالات كلها لان النساء يخونن، وانما الحالات اللي تجي تتقدم بالمحاكم. يعني ما شفنا مره راحت اشتكت على زوجها لان يخون، دائما نتيجه مشكله، نتيجه مدى يصرف عليها. حالات الخيانه دائما تقول يعقل. بالضبط هذا اللي صار اليوم بالحلقه، الحاله اكتشفت انه زوجها خانها، بس كانت فعلها انه تناست الموضوع ولا واجهته. بعدين هي خانته مع شخص وهو كشف الموضوع. هو هي خانته مع شخص؟ اي نعم كان خانها؟ نعم اي نعم. بعد هي ما هاي يعني عالجت المشكله بمشكله مشكله أعظم. اكبر للاسف تقول صار برود بيناتنا، وبالتالي انا رجعت الى طبعي القديم قبل الزواج بانه اتعرف على ناس هوايه، كنت امسح المحادثات قبل لا يجي طبعا من عمله، لكن وحده من الحالات انه اكتشف الموضوع، هو اخذ المراسلات راسا، رفع دعوى قضائيه ضدها بالطلاق واثبت خيانه. يعني هذا الاجراء الرجل هو اتخذ عكس هي ما اتخذته. شو رايك انت قانونيا بهيجي حاله؟ ابتداء انا نقول احنا قانون الاحوال الشخصيه العراقي ناخذ لسنه 1969 مستند على الشريعه الاسلاميه بنسبه كبيره، ما اقول لك بنسبه 100% بس هو بنسبه كبيره مستند على الشريعه الاسلاميه. الشريعه الاسلاميه قالت بسوره النور ايات واضحه، اربع شهود عدول لازم يكونون شاهدين على هاي حاله الخيانه الزوجيه، يلا تعتبر خيانه. استندت عليها قرارات محكمه التمييز الاتحاديه، ومن ضمنها قرارها الشهير عام 2017 اللي يقول لا تعتبر المكالمات الهاتفيه من قبيل الخيانه الزوجيه. يعني قرار محكمه التمييز ما اعتبر المكالمات الهاتفيه من قبيل الخيانه الزوجيه. فمو معنى هذا الفعل مو خيانه، هو خيانه بس ما بي شهود، ما يستند الى شهود. تمام زين، اذا سبب ضرر للمقابل، ضرر نفسي وضرر معنوي و و و فهنا يتخذ بي يعني بس انا اذا احكي لك المحكمه الان تستند على الاثباتات والادله الثبوتيه الملموسه الواقعيه. دائما حالات الخيانه حتى الزوجه مرات من تقيم دعوه من خلال الواقع العملي بالمحاكم، شلون ثبتوا اثنين دي يمارسون فعل حرام بغرفه ظلمه بنصهم شيطان رجيم؟ من اللي كان موجود وثبت هاي الواقع؟ الاغلب ماكو، صح الله شاهد عليهم وبعدين راح يتحاكمون. نعم. بمحكمه الاخره، بس بمحكمه الدنيا ماكو شاهد. دائما هاي الحالات تكون بالغرف المظلمه بالخفاء بالسر، نادرا ما ناس ينكشفون، وحتى من ينكشفون يمكن واحد كشفهم وانهزموا وراحوا، وبالتالي الشريعه الاسلاميه تقول طيب يعني هذا الموضوع ما يعتبر من ضمن الجرائم الالكترونيه اللي تصير الخيانه الزوجيه؟ ما تعتبر جريمه الكترونيه شيء لا موضوع اخر، موضوع لكن آخر هو يصير عن طريق التواصل الاجتماعي، فهل يعتبر هذا الشيء ممكن سبب ضرر مو يعتبر جريمه؟ شوفي اكو قرارات محكمه التمييز حديثه هسه صدرت السنوات الاخيره 2020 2021 2022، يعني تقول حالات طبعا هي محدوده جدا، اذا مثلا المراه تروح تبرز مستندات ووثائق فعليه، اكو حالات تصوير تصير، فالمراه من حقها تروح تقدم للمحكمه، وبالتالي تعتبر سبب من اسباب التفريق. يعني ماده 42 41 42 لها حق بان تتفرق عن زوجها، بس انا ما اعتبرها هذا الردع الكافي، يعني مجرد طيب. تفرقت عنه يعني شنو اللي صار؟ وبالتالي هي بكل الاحوال راح تفقد الحقوق يعني بهيك حال. لا لا لا، الحقوق ما تفقدها بشكل نهائي، حتى لو كانت هي المراه الا بارادتها الذاتيه تفقدها، اذا هي راحت سوت مخالعه، اكو اسم مخالعه فعلا. توافق الطرفين مقابل تنازل الزوجه عن البذل. شنو البذل؟ تتنازل عن الغايه او عن النفقه او عن نفقه العده مجتمعا او وحده من عده، لو تتنازل عن الكل لو تتنازل لازم تتنازل عن شيء واحد. نعم. بالمقابل تقدر تطلق، هاي مخالعه واحد. اما باقي انواع التفريق فالزوجه تحتفظ بكامل حقوقها باستثناء ان حاله النشوز، اذا المراه اعتبرت ناشز بعد ما تغادر دارها ويطلبها زوجها المطاوعه وما ترجع وينفذ وما ترجع ويقيم عليها دعوى نشوز وهم ما ترجع، والزوج موفر لها بيت وينفق عليها وهي ما ترجع رغم كل هذا، هالحاله تسقط عنها الحقوق.
فمو باي حاله تسقط الحقوق عن المراه. نعم. اكو جهله انك تروح مباشره اني متنازل عن كل شيء بس طلبي بس خلصنا منك. هاي انا اعتبرها جهل بالقانون، القانون كفل لها حقوق واسعه بالقانون العراقي، خصوصا اذا كانت على مذهب الجعفري. الحاله عندها 2 اطفال، واحد من الاطفال يحتاج علاج طبيعي لانه يعني ما يقدر. هي هاي نفس الشخصيه؟ نفس الشخصيه نعم. هنا هو راد انه الاطفال ياخذهم له، انه هي تفقد الاهليه بانه تكون حاضنه للاطفال، واثبت ذلك واخذ الاطفال. نتكلم عن الحضانه شويه، دائما احنا القانون العراقي الحضانه من حق الام، لكن اذا كانت ما فقد الاهليه. خلينا نتكلم عن هالموضوع بالتفصيل استاذ. طبعا الحضانه مسويت لنا مشاكل بالعراق، لان اكو صار للاسف جبهتين وليستخدمون الاطفال كاداه للنزاع بيناتهم، من اللي يريد ياذي الطرف الاخر، لان هم دائما يعني انتهت حياتهم الزوجيه، وبالتالي واحد يريد يلزم فد لزمه على الاخر او باي طريقه، فدائما يستخدمون هذا الطفل كذريعه كوسيله، خلي احرمه من ابوه، وهي بالتالي تقول لا خلي اسوي يعني في الطريقه للاسف جدا سلبيه بالمجتمع، وده تصير بواقع حال. يابا خلي يشوفها ابوهم هذا اول تالي تتفرقت وصار ابوهم خلي يشوفهم، لا ما يستاهل. هذا هي تسوى بي، هذا هي تسوى بي، يابا السوى بي توحد والطفل وحد ما تسمع هالكلام، والعكس بالعكس. قانون العراقي الحضانه واقع حال نحكيها احنا للام، الام هي الاحق بالحضانه. إذا كانت محتفظة بشروط الحضانة من عقل من بلوغ، تكون كاملة الأهلية، محتفظة بكل شروط الحضانة، تكون أمينة قادرة على رعاية المحظون، بالتالي تكون هي الحاضنة له، والأب ملزم بأن ينفق على هذا الطفل حتى لو تفرقه وحتى لو هي زوجة من شخص ثاني. يعني المرأة العراقية بإمكانها تنفصل وبإمكانها تروح تتزوج شخص ثاني، والأب أب الأطفال ملزم بأن ينفق عليهم حتى لو عاشوا يوم الغريب. طبعا هي بيها مشكلة اجتماعية، مشكلة بيها لازم موافقة الزوج على أن يتعهد الزوج الجديد بعقد الزواج بأنه هو يراعي الأطفال. لكن أكو بعضهم يروحون يعني عشائريا ويأخذ أطفال للأسف. هواي حالات تصير، يقول لك يا إحنا بالشريعة الإسلامية الشريعة تقول سنتين وتروح الحضانة للأب. البعض يقول لك إحنا يا إحنا ولد عشائر شلون بدي تتربى يوم الغريب؟ وبالتالي هي انا اعتبرها مجرد وسيله للضغط على الام. صح. على مود ينتزعون منها الحضانه، وبالتالي اغلب الاباء، وانا حاكيش اني اب، اغلب الاباء مشغولين عن اطفالهم بحكم العمل، التزاماتهم مستمره، بالتالي الام دائما هي المسؤوله بشكل مباشر على الاطفال. واكد على شغله، مو كل ام ام ومو كل اب اب. فعلا، وهذا اللي صار انه بعد 6 اشهر الاب رجع الاطفال لامهم. ما يقدر الأب شو يسوي؟ الآن هي ارتبطت مع شخص خارج العراق، لكن ارتبطت شلون؟ يعني عن طريق التواصل الاجتماعي، التواصل الاجتماعي سوى لنا مشاكل، يعني مو زواج، يعني مو زواج لا، بس معرفة، وهم ناوي على الزواج. الآن تريد موافقة الزوج، وهي سألتنا وقالت بلكي المحامي يعني شلون يرشدني إلى طريق أريد زوجي يوافق حتى أسافر بأطفالي. الزوج رافض هذا الموضوع. مستحيل. فشنو هذه؟ اشرح لنا القضية هذه. لا يعني إذا كانوا قصر يمكن لازم بموافقة الزوج يلا إنه يسافرون. نعم. دائما الأم من تحتفظ بحضانة الأطفال، بالمناسبة هي تحتفظ بحضانتهم، الأطفال يأخذون نفقة. وإذا كانوا الأطفال صغار كلش أعمارهم سنة وسنتين، يصرفون هالقاضي أجرة حضانة، ولو مبلغ زهيد بس يصرفون أجرة حضانة من غير النفقة. نعم. تمام؟ فهاي الحالة الام راح تروح تقيم دعوه تأييد حضانه. شنو هاي الدعوه مال تأييد حضانه؟ دائما الام من تريد تراجع دوائر، مستشفى، مدرسه، روضه، بلدي، اي مكان، من تروح يقولوا لها وين الاب؟ يقول لهم انا منفصل، هذا قرار الطلاق. شو يقولوا لها؟ روح جيبي لنا قرار تأييد حضانه. قرار تأييد حضانه لبعض العوائل تعتقد هي ورقه وتنخت، لا، هاي دعوه قضائيه تقام بمحكمه الاحوال الشخصيه، ودائما القاضي يتاكد من شروط الحضانه للام، تجيب شهود طبعا للمحكمه، شهود 2 يعرفوها يشهدون بان هي بالغه عاقله امينه قادره على رعايه المحظون، بالتالي القاضي ايد لها الحضانه بشرط، شرط اساسي، هذا الشرط هو ما يسافرون خارج العراق الا بموافقه خطيه من الاب او
بموافقة المحكمة، والمحكمة عفوا دائما تصدر حجة وصاية مؤقتة لغرض السفر. هاي شنو؟ لغرض علاج حالات يعني حرجة جدا، لغرض دراسة تكون محددة بفترة معينة، يكون لهم كفيل داخل العراق، يعني شروط جدا معقدة. اما تريد تسافر بيهم وتروح تتزوج فخلي تنسى نصيحه. الطفل واحد منهم يحتاج علاج يعني، فتقول اني وفر لي خارج البلد، فممكن هاي تكون سبب. قدم تقاريرها الطبيه وخلي تحسب بحسابها يكون لها كفيل داخل العراق، يعني ما له حجه التقارير. يعني شلون كفيل؟ يعني شو كفيلك؟ فلهبين ترجع الطفل خلال هذه المده. تحدد الدوله اللي راح تسافر لها والمده الزمنيه، تقارير طبيه ومصدقه و و و واي خلل يصير بهاي البيانات راح يعتبر تضليل للقضاء، وبالتالي تصير قضيه جزائيه عليها في حال كان اي خلل او اي مشكله. فهي يعني نصيحه لهاي الحاله اللي تفضلتي بيها وللحالات المشابهه. نعم. لا يخلون الطفل هذا ذريعه حتى واحد يحارب الثاني، هذا الطفل ما له ذنب، هذا راح يكبر مهزوز، نفسيته ما مكتمله، يشوف اكو حرب بين الاب وبين الام. دي يسقطون بالصور، واحد يسقط بصورة الثاني، واحنا امس الحاجة بين يكون الاب والام حتى لو كان بهم قصور لازم يكونوا بالصورة مثالية. اكو نقطة مهمة، انا دا افكر كمحامي الان، وعندنا حالة مثلا تريد انه تسافر باولادها، الزوج اخذ الاطفال واخذ الحضانة، لكن بعد 6 اشهر رجع الاطفال، اذا هو فقد الاهلية بانه الاطفال يكون عنده، لانه ممكن تسافر بيهم. ما كل شيء نهائيا، لان هو ما قدر يرعاهم. لا 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 باعي، اساسا الام هي الحاضنه. لو الام تروح للقاضي تقول له انا متنازله عن حضانتهم، ما ياخذ الكلام، يعتبر هذا مجرد لغو، قانون اللغو. عندنا بحاله واحده اذا راحت الزوجه شخص ثاني والزوج الجديد رفض بان يوقع على العقد يقول انا متكفل بهم، بالتالي راح تسقط عنها الحضانه بهالحاله. اما هي بالحاله اللي تفضلتي بيها الاب مجرد هي الام خلت الاطفال يمه، ها مو بشكل قانوني نهائيا، هاي الام جابت الاطفال خلتهم يم الاب. نعم. قانونا تروح الام، اكررها حتى لان تكون واضحه، اغلبيه القعدات العشائريه يصير باكر تروحين تتنازلين عن الطفل، هذا لغو، مع احترامنا لجميع عشائرنا، هذا لغو، لغو بالقانون، يعني شيء ما له اي قيمه قانونيه. الام ما من حقها تتنازل عن الحضانه، تسلمهم بشكل ودي اي، بس بقرار حكم ما تقدر. تحب شيء يعني تضيف شيء استاذ اخر ما ذكرنا؟ او انا اضيف شيء واحد. نعم تفضل. اضيف شيء واحد، كل المشاكل اللي تصير واذا شوف يتجهون بها للمحاكم وتشوف اعداد هائله من القضايا تصير، انا اعتبرها ظاهره صحيه، ظاهره ايجابيه، يتعاركون بالمحكمه احسن ما كل من يشيل سلاحه ويضربون بالشارع. المحكمه يروحون يرجعون، القضاء جهة محترمة مقدرة، جميع العراقيين يمكن ما لهم ثقة بالسلطة التشريعية والتنفيذية، بس أكو نوع من الثقة بالقضاء لحد الآن، وهي السلطة الوحيدة اللي لحد الآن كل العراقيين مجتمعين عليها. حتى اللي يقول لك ماكو قانون، وين القانون، وأي جهة، لا، روح لأبسط محكمة راح تلقى آلاف الدعاوى. زين ذولا شكو جوي؟ هم لو ما لهم ثقة بالقضاء ليش يجوا لعند اللي ياخذون منه فلوس؟ ليش يروح يشتكي؟ وهكذا، هاي كمثال طبعا ضربناه. فأنا أشوف هاي ظاهرة صحية، بنفس الوقت لا كل مشكلة تصير الأم قبل راح تشتكت، خصوصا اللي على المذهب الجعفري، لأن الحقوق تقدر تاخذها بأي لحظة. للأسف أقول لك حالة مأسوف يعني عليها، تصير بعض حالات تجارة، تشوفيها صغيرة بالعمر 2000s راحت تزوجت عقدت، ثاني يوم ما أريده. يابا شنو ما تريدي؟ هو لعب له زواج، هاي اسره لا ما اريده. وتروح تطالب بالغايب اللي يطلع 20 مليون الغايب، ولازم الولد اللي هستوى بعدها هستوى طلعت له ريشات، تروح تنفذ عليه بداره التنفيذ وكاتب على نفسه بالعقل 20 و15 مليون، ولازم عليه نفقه وعليه غايب وتستلم الاعفاف، صارت نوع من انواع التجاره. صحيح. اني مع وضع شروط للزواج. نعم. لان تصير هدم، واللي دا يروح بيها هذول الضحايا الاطفال مع الاسف الشديد. نعم. وهذول الاطفال باكر راح يكبرون وهم اللي راح يقودون هالمجتمع، شلون يقودوه هم بهالنزاع النفسي اللي يصير للاسف الشديد. اهلا
اهلا بك ست سهاد. خلينا نتكلم البدايه عن العلاقات بفتره المراهقه، فتره الدراسيه الاعداديه المتوسطه، وبناتنا يتعرفون للاسف ويهتمون بمجال العاطفه. شنو راي النفس وانت كباحثه اجتماعيه بهذا الموضوع؟ طبعا فتره المراهقه تعتبر من الفترات الحرجه. ليش؟ لانه تبدي يعني احنا نسميها من ناحيه الفسيولوجيه انه تبدي مثلا التغيرات الهرمونيه على الجسم. فالبشر ما راح بصراحه يعني خلينا نقول الذكر والانثى ما راح يسيطرون على هاي الانفعالات وهذه اللي ردود الافعال وعلى المشاعر وحتى على يعني حتى من ناحيه الجنسيه، وهذه ما راح يعني يسيطرون سيطره تامه الا اذا كان هذا مثلا الشاب او الشابه هم موجهين ومتربين تربيه يعني تنشئتهم الاجتماعيه جيده. المفروض من البدايه يربوهم تربيه جيده، ويعني يحاولون ان هم يقومون سلوكهم، يعني اقصد الام والاب لهم دور جدا كبير بهذا الموضوع. يعني انا اليوم مو اقول انه هاي فتره مراهقه يعني انه اي شيء هو لازم يسويه عادي لان هو مراهق او لانه هو واصل مرحله انه ما دا يسيطر على انفعالاته. لا، هو احنا اليوم نصحه ونراقبه من بعيد. المعروف المراهق هو ما يحب انه احد يجبر على فد فكره او فد سلوك، لكنه احنا ننطي الثقه لازم، لكن نراقبه من بعيد في سبيل حتى اذا وقع بالخطا احنا نقدر نتلافى هذا الخطا. شنو الاثار السلبيه اللي تتعلق بهذا الموضوع؟ يعني موضوع العلاقات؟ نعم طبعا. يعني شوف بالنسبه للبنت هي معروفه انه عاطفيه، يعني تفكر بعاطفتها ومشاعرها. الشاب احنا نقول عليه يعني هو الشاب والرجل نفسه تفكيره يعني جسديه زين. فهذه المشكلة اليوم هي المرأة مثلا من تحب الرجل بكل مشاعرها بكل أحاسيسها زين، هو لا مثلا هو يعني التكوين الفسيولوجية للرجل انه هو جسدي، يعني يفكر بهاي الأمور الجنسية والجسدية. هنا المشكلة انه احنا نخاف انه يقعون بالخطأ. اليوم هي من دفعة بمشاعرها، اليوم هو مثلا تفكيره مثلا يختلف عن تفكيرها. هنا ارجع واقول ايش دور الام والاب بان هم يصدون يعني هاي الامور لعدم حتى ما يعني يقع الاولاد بالخطا. ممكن ايضا بالاضافه اذا ما ذكرتي ممكن اثر على الدراسه، ممكن هذه الحاله بهذه الحلقه ما اثر عليها الموضوع بدراستها وقدرت انه تطلع معدل وتنجح، لكن غيرها ممكن يوقع بالخطا وياثر على دراسته وما ينجح. لانه هي عندها هدف، انا حسب ما سمعت القصه مال يعني هذه البنيه انه هي عندها هدف، هي تحب الدراسه وتحب توصل زين. هي يعني حسب ما ذكرت قالت انه انا جميله ويعني انه شكلي مرتب، ويعني حسب ما يعني انا سمعت التسجيل. الشغله الثانيه اضافه الى هذا انه هي تريد تكمل نفسها من ناحيه الثقافه، من ناحيه ان تحصل على شهاده تصرف على نفسها زين. لكن امور ثانيه مع الاسف انه هي ما كانت موفقه بها، يعني خلينا نقول الانضباط بالمشاعر، الانضباط بالتصرفات. يعني هي حصلت على شهاده وهي مثلا شكلها جميل ومرتب، لكنه المشكله السلوك. اليوم السلوك صار في نوع من الاضطراب اللي هو رجع عليها بمردود سلبي حقيقه. طيب خلينا نتكلم عن اختيار الشريك. يمكن شيء ايجابي انه شخص يختار شريكه، لكن كثرة المعارف وتوسعت دائرة المعارف سواء بالكلية أو بالجروبات على السوشيال ميديا، هل لها آثار سلبية على الشخص؟ شوف اختيار الشريك المفروض يجب أن يكون هناك نوع من التكافؤ. احنا ما نقول كوبي نسخ يعني 100%، لكنه نوعا ما يكون اكو في التكافؤ من الناحية العلمية، من الناحية الاجتماعية، العادات التقاليد، حتى البيئة شيء مهم. هنا أنا غلطت بالبيئة، يعني مع احترامي احنا اللي يعني ولدنا وشبابنا بالمحافظات يختلفون، يعني شوف البيئة المحافظات تختلف عن بيئة بغداد. صحيح اكو مثلا التزامات دينية، التزام بالعادات والتقاليد، هذه يعني صرفة ارباك. هنا كانت غير موفقة باختيار الشريك لانه البيئة تختلف. انا اليوم ما دا نزل من قيمة يعني شبابنا وشاباتنا بالمحافظات واهلنا، بالعكس يعني عشائرنا احنا على راسنا، بس بيئتهم تختلف عن بيئة بغداد. نعم. هنا كانت غير موفقة بالاختيار حقيقة. بالنسبة لي مثلا يعني كثرة العلاقات اليوم هي عندها
مواصفات معينة للشاب اللي أصلاً هي تريد ترتبط به. زين، هذه المواصفات كونت ريليشن، علاقة مع شخص رقم واحد، ما وجدت كل المكونات، مو المكونات العفو، الصفات اللي هي رحبتها بالشاب اللي تريد ترتبط به ما وجدتها، فبدت صارت شلون انتقال من شخص إلى آخر. الثاني ما اقتنعت به، فتشوفين هنا صارت تعدد بالعلاقات. ليش؟ لأنه هي بدأت تبحث عن الصفات اللي هي تريدها وتحبها، وبالتالي هنا من صار عندها تعدد العلاقات العاطفية، هنا الشيء السلبي إنه راح يصير عندها تعدد بالعلاقات الجنسية مع الأسف. يعني هاي شيء معروف إن هذا راح يؤدي إلى الانحراف. ليش؟ لأن اليوم إذا كل إنسان عندها شيء طبيعي وعادي إنه تحكي ويا اثنين وثلاثة وعشرة، ما راح توازن. زين، وتعرف إن الخفايا الشباب يعني أهدافهم هي شنو، فسحبوها إلى طريق مشروع، يعني طريق خلنا إحنا شو نقول، يعني مشكوك بأمره. طيب، وإلى الحراف نفهمه إنه هذا كثرة التعدد، كثرة التعرف ممكن يولد عند الشخص صفة، يمكن حتى لو هي مو عنده، لكن ممكن يعني يولد عنده عدم القناعة، لا سمح الله، يبقى ما عنده قناعة بالشخص اللي وياه، بشريك حياته، يبحث دائما على الأفضل المثالي، هو ماكو شخص مثالي. طيب، خلينا نتكلم هسه عن موضوع آخر، إنه هو الرجل والخيانة الزوجية. مهما تكون المرأة، يمكن أسأل أكثر شيء صار عن طريق التواصل الاجتماعي، أنه شخص يتعرف على إنسانة أخرى ويتكلم معها وتصير أشياء، والبنت يعني أو الزوجة من تكتشف هذا الموضوع أكيد راح تنصدم. لكن هنا بهذه الحالة ردة الفعل كانت كلش غريبة، عكس الحالات اللي كانت في برنامجنا، البعض أدت إلى مشاكل وولد الطلاق، لكن هي سكتت. وممكن كان رد الفعل مساوي للفعل نفسه. شو رأيكم بهذا؟ مسألة ردة الفعل، يعني عذرا على المقاطعة، تختلف من شخص إلى آخر. يعني مرات أكو إنسانة تريد تحافظ على زوجها لأنه تحبه، زين، ولأنه ما تريد، يعني إحنا شو نقول، ما تريد تهدم بيتها، تريد تبقى محافظة على النسيج الاجتماعي وعلى علاقتها بزوجها وأطفالها. أكو لا، من باب إنه هي تروح تنتقم من عنده، إنه أنت شلون خلتني أنا ما راح أخونك، من باب إنه هي قد ما معتزة بنفسها مع عدم وجود الثقة. يعني أكو كبرياء وأكو تكبر لكنه ماكو ثقة بالنفس، فتبدي إنه هنا بهاي الحالة شنو راح تسوي، راح تروح يعني شلون نقول، إنه هي تمشي بنفس الطريق، ما يعني كرامتها ما تسمح لها إنه تحاسب إنه أنت ليش خلتني، فتروح هي، يعني هي عرفت بالموضوع لكنه ما اهتمت له، لكنه عرفت شلون، يعني طريقة خاطئة، عرفت شلون إنه هي تنتقم منه لكن بصمت. طيب، هاي الحالة المفروض هي كان عليها شنو تتصرف؟ المفروض هي إذا تحب زوجها وتريد يعني تحافظ مثلاً على بيتها، المفروض هي تواجه زوجها، هاي أولاً. ثانياً، اليوم كثير من النساء يعني ما شاء الله عليهم عندهم وعي وثقافة مو طبيعية، يقول شو أنا اليوم من أتعرض لخيانة من زوجي أرجع لنفسي أشوف بشنو أنا مقصرة، قصرة مثلا بترتيبي، أروح أغير المود، أغير الكاريزما اللي أنا عليها، أروح أغير مثلا من قصة شعري، من لون شعري، صحيح أغير نفسي إذا أنا ثرثارة وأحب أتحدث بكثرة، يمكن زوجي يحب الهدوء، تبدي مثلا ترجع عن نفسها، تصلح نفسها، هذا كله في سبيل انه تستمر الحياة الزوجية. صحيح. زين، فهي ما تصرفت بشكل طبيعي من باب انا يعني كتحليل، هي خاف تزعل علي، ما يعني احس انه يعني كبرياءها وكرامتها، زائدا انه هي كانت يعني حست انه هذا الشيء هو فالدافع انه هي تكمل مسيرتها اللي كانت عليها قبل الزواج، انه هي شلون احنا نقول انه هذا الشخص رادها في الذريعه او حجه انه هو يرجع لطبيعته. ليش؟ لان هو مدمن. نعم. مدمن هو، فيرجع لهذه طبيعته، فاحتمال انه هي شلون نقول بالخليج استانست على الوضع، انه واذا هو خاني خلا اروح انا هم ارجع لهذه طبيعتي واكون كم علاقه. نعم. ليش هي وصلت روحها يعني لهذا الطريق اللي قلت لك، هو اللي يعني شوفي هو
ستيب باي ستيب توصل إلى مرحلة الانحراف. ما نعم. تحس على نفسها، هي اليوم تريد تعدد العلاقات، تريد عاطفة، تريد إنه أحد يهتم بيها، لكنه فجأة تشوف نفسها إنه انحرفت، صار عندها تعدد علاقات جنسية. هذه المشكلة. أنا اليوم أريد أوجه لها كلام، يعني نصيحة، يعني هي مهما يكون هي بنتنا وعراقية، وإحنا ما نتمنى لها إنه هي تكون بهذه الحالة من التشتت. أقول إنه أكو فد أمر يعني إلى بحكمة، يعني اليوم غلط إنه المرأة تفكر. إحنا طبعاً مو كل النساء، بعض النساء اللي تعاني من اضطراب نفسي مثل يعني حالة هذه البنية، إنه غلط إنه تتفكرين إنه تروح نساء عندك تعدد بالعلاقات الجنسية. ليش؟ لأنه هذا من ناحية الصحية غلط. يعني اليوم إذا هي ما عندها التزام ديني ولا عندها مخافة رب العالمين، إحنا كلمة زنا بمجتمعنا فشي مخيف، مو صحيح؟ صحيح، مخيف إلى درجة. زين أنت فكري اليوم إذا أنت ما عندك التزام ديني، من كنت مثلاً بين أهلك وعائلتك وأبوك وإخوانك ما سمعتي هاي المفردة إنه إحنا المفروض يصير كل إنسان عنده تقوى، يعني مخافة الله من عدة أمور. إذا أنت ما سمعتي هذا الشيء ولا تربيتي عليه، لكن صحياً أنت خافي على نفسك. أكو فد بحوث يعني يعني أجريت، أنا طبعاً هو الموضوع جريء لكنه أنا بصراحة أتقصد أتحدث به. ليش؟ لأنه اليوم إحنا لازم نوعي ونثقف، هذا واجبنا، ولازم نروع، لازم نخوف. يعني هي اليوم من مثل ما مهتمة من ناحية إنه الله يعني يريد يغضب عليها، لأن هذا الشيء غلط، الزنا غلط، حرام. إنه أنت مثلاً تقولين أنا جميلة ومرتبة، زين أنت ما خفتي على صحتك؟ يعني هذا التعدد، شوفي الشيء المعروف أكو حكمة بأن هي المرأة من تطلق من زوجها 3 أشهر و10 أيام. ليش؟ أكو فد نوع من البكتيريا الخاصة، هذه البكتيريا يعني بهال 3 أشهر و10 أيام هذه تنتهي تروح. زين، فإلها حق إنه تتزوج إنسان ثاني. هاي اختلاط البكتيريا والطفيليات والفيروسات راح بالتالي تسبب لها أمراض وأورام، يعني بالرحم أو أورام سرطانية. هذا مو كلامي، كلام يعني علمي. دكاترة يعني طيب. وأطباء يفتهمون بهذا الأمر. صحيح. اليوم أنت ما عندك توجه ديني، اليوم صحتك، زي أنت أولادك متفكرين هاي بنتك باش أقوى تكبر، صار هاي الأمراض الانتقالية. خلي نتكلم هسا عن رد فعل الزوج من عرف أو اكتشف أنه زوجته عندها علاقة بشخص آخر. كان رد فعله بأنه رأساً اتخذ إلى قضية طلاق، وهذه كانت أدلة اللي شافها بالتليفون، كان أدلة. رد الفعل هنا يختلف عنها، شو رأيك؟ يعني هو هل هاي بيئته تفكيره؟ هو عنده معلومة إنه المفروض الزوج من يشوف أكو فد يعني أكو خيانة من قبل زوجته، عنده معلومة وسامع إنه يأخذ سكرين ويروح يقدمها كأدلة. إحنا نسمي هاي جرائم إلكترونية، يعني مو فقط هو الابتزاز الإلكتروني هو يعتبر جريمة، لو هذا الزنا لكن عن طريق يعني شلون نقول إلكترونياً. زين، اليوم إحنا مثل ما نعرف يعني اليوم إذا أنت تريد تضبط زوجتك هي مثل زنت لازم أكو 4 شهود، هاي بالقرآن. اليوم انت ما تحتاج 4 شهود، اليوم انت تحتاج تاخذ سكرين وتروح تقدم الدليل. هنا أنا ما لها حق الطالب باولادها، ما لها حق الطالب حتى بحاضرها وغايبها، ولا لها حق انه طالب حتى بالاثاث والهاي المتعلقات والذهب اللي يعني يرجع لها. ليش؟ لانه هو ضبطها انه هي خاينه. زين، هذه وحده. بالنسبه لردة الفعل، يعني هو طبعا يعني هو شوف من المحافظات يتميزون يعني عن مثلا خلينا نقول بغداد، احنا اليوم نريد نسوي مفارقه بهذا الشيء، انهم يتمتعون بالطابق العفو الطابع العشائري اللي احنا نقول 100 100. زين، يعني هم بيئتهم تختلف، البيئه اللي بالمحافظات تحكمها العادات والتقاليد، احنا لا، انه صح عادات وتقاليد لكنه من ناحيه احنا متحضرين اكثر، نتجه للعلم وهذه الامور اكثر، وللسياسه وللقانون هناك لا تحكم. فطبعا هذا ردت فعله انه شاف زوجته خانته، انه هو يروح يطلب طلاق. ليش؟ لانه
لأن هو قلت لك الطابع العشائري والطابع الذكوري اللي يتمتع به رجل المحافظات هو ما يسمح له إنه هو يعني يستمر مع زوجته. طيب. خاصة إنه نعم. أكو اللي إحنا نسميه الطلاق العاطفي، جفاف العاطفي اللي بيناتهم. صحيح. هو لو يحبها مثلاً ما قلت كان يرجع عن نفسه، لأنه مو كل شخص يتقبل خيانة زوجته. زين؟ هما خلينا نتفق هما موضوع طبعاً الأخطاء من الاثنين. الاثنين خطأ. الاثنين خطأ. والضحية الأطفال. الضحية الأولاد. الأطفال اليوم هي أحدهم هو يعني عاني من مرض ويحتاج إلى علاج طبيعي. يعني هي لو ترجع ستنا العزيزة معي، إحنا لو ترجع إحنا اليوم إحنا لازم نرجع ونقول تقوى الله ومخافة الله. يعني احتمال مو يعني هو شيء أكيد، ما نقول إحنا احتمال إنه هذه العاهل موجودة بابنها، هاي غضب رب العالمين عليها. ليش؟ لأن أنت متزوجة وتروح نسوي علاقات متعددة، فرب العالمين نزل عليها هذا الابتلاء لعل يعني لعل إنه هي تتعظ إنه هذه فد مشكلة، إنه ما أحس عندها فد توجه ديني، ما أحس إنه يعني هذا الجانب هي تاركته. زين؟ يعني لو تسأل نفسها إنه أنا ابني ليش يجي، يعني هاي فد عقوبة ربانية. طيب هسا نتكلم عن مسؤولية الأطفال اللي الأب متحملهم مدة 6 أشهر. الأب متحملهم والآن هي ممكن إنه تريد ترتبط بشخص خارج البلد، وممكن يعني تقول توفر ظروف ممكن معين، لكن هل هذا الشيء صحيح؟ يعني شنو الضمان عن إنه تسافر مع شخص هي هنا ببغداد عندها راتب وعندها وظيفة، صحيح؟ صحيح. زين، عندها أم اللي هي حسب أنا ما سمعت إنه هي جدا يعني مآزرتها بالصغيرة والكبيرة وتحميها. زين، عندها إخوان، عندها أهل. زين، هنا اليوم عندك راتب، عندك أهل يساندوك، هناك من اللي راح يساندها؟ هاي أول. ثانياً، شنو هاي الثقة العمياء بأنه أنت إنسان تعرفتي عليه عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي، يعني خلينا نقول هو هذا شخص افتراضي، مو؟ شنو هذه الثقة العمياء إنه أنت تسلمين نفسك وأولادك وهو أبوهم أصلاً متحملهم، مو؟ شلون هذا الرجل اللي هو خارج العراق يعني شلون راح يتحمل مسؤوليتك؟ هناك الحياة صعبة ترى، أنا حسب ما أسمع الحياة كلش صعبة، فشلون راح يتحمل مسؤوليتك ومسؤولية الأولاد؟ خلي ببالها. شوفي، إحنا كل إنسان إذا يريد ينجح بحياته يفكر مثل التاجر، يخلي الخسارة قبل الربح. يعني خلي تقول انه دول احتمال هم عصابه التجار بالبشر، مو ممكن. وصارت بسوريا يعني قبل فتره انه بنيه تعرفت على شاب ودزلها كل يعني المتعلقات يعني بسفرها والجواز والامور كلها رتبتها. الام طلعت على موقع التواصل قالت ابني بنتي مو موجوده اصلا. رايحين سالين عارفين انه هو طلع من العصابات المافيا وانه هو متاجر باعضائها. زين، هاي الامور احنا من نسمعها يعني يا ريت نتعظ بيها. زين، اليوم احنا شوفي لازم نحلل فد مساله من المسائل اللي احنا لازم ننصح بناتنا بيها. الرجل هو غلطان والزوجة، احنا متعلمين انه نهاية كل يعني لقاء لازم احنا نعطي نصائح حتى يعني نستنتج امور ونطلع بثمر. يعني من خلال كلام ستو دخلنا بهذه المشكلة، وللأسف اليوم اغلب يعني نروح للمحاكم هذا موجود، يعني واكثر نسبة الطلاق هي نتيجة الخيانة ونتيجة التعبز العلاقات. هذا تخلينا نرجع للنقطة الأساس، هي تربية الأهل. تربية الأهل كل احنا مسؤولين حتى على الأطفال، يعني حتى الاختلاط اللي بيناتهم، حتى بالمشاكل اللي تصير بالمدارس. اليوم خلينا نتكلم عن موضوع مهم، انه قبل لا تسفل بناتنا واولادنا بهذا التعدد، وهذا مثال لهم اليوم يشوفون شلون تنتهي هذه التجارب، شلون تنتهي بضحية أطفال للأسف. هي المفروض يعني اكو فد امر انه انت اليوم من شفتي انه اكو فد فتور عاطفي بيناتكم، المفروض يعني ما تتسرعين وتنجبين أطفال. تشوفين إنه هذا الشخص يعني ليش خلوه فترة الخطبة؟ ليش خلوه فترة الخطبة؟ في سبيل إنه أنا أعرف طبيعة هذا الإنسان شنو، مثلي إيجابي طبيعته، يعني أنا اليوم عاطفية هو عاطفي. إحنا ما نعرف المقابل طريقته. إحنا اليوم نحتاج دورات، نحتاج تثقيف، نحتاج جهة مسؤولة على إنه بناتنا يتوعون أكثر. هذا الشيء مدى أشوفه، للأسف عندنا وزارة مرأة، يعني وين الشغل بالواقع؟ يعني شوفي أنا
احكي عن تجربه. نعم. يعني انا اليوم مو بس يعني فاهمه من ناحيه الباحثه الاجتماعيه، يعني اليوم عندي تخصص ثاني وثالث، مستشاره اسريه بشؤون المراه والطفل، وشيء ثاني مدربه تنميه مهارات بشريه. احنا عن طريق يعني هذه الاختصاصات الاثنين اقمنا الكثير من الورش والدورات والله العظيم بشكل مجاني، وردنا انه احنا نستقطب عدد كبير من الناس في سبيل ان احنا نوعيهم ونثقفهم، لكن احنا صراحه نشوف انه كثرت صعوبه، بالرغم انه وين الصعوبه؟ الصعوبه اللي الناس تحسين ما تريد تتعلم، يعني ما تريد تعرف، ما تريد تتوعى، ما تريد تتثقف. اليوم احنا شلون نكون مجتمع ناجح؟ احنا ليش يعني وصلنا الى هذه الحاله من التفكك الاسري؟ وتشوف اليوم الاسره اذا تفككت الافراد والاسره راح ينعكس على مجتمعنا، مجتمعنا هو هسه يعني ما بي اي تماسك. شنو معناته؟ انا اليوم احس اكو خلل بالمنظومه الاجتماعيه، ارجع اثقف نفسي واوعي روحي، مو صحيح؟ تحسين الاغلبيه كل همهم اللبس والاثاث، زين؟ وهاي الامور يعني خلينا نقول شكلية. المظاهر الشكليه، لا يعني احنا نسميها القشور، لكن اللب ما حد يعني يبحث عنه. يعني اليوم احنا المفروض نبحث مثلا عن انه احنا شلون نحافظ على ديمومه العلاقات الاسريه. نعم. شلون المراه والرجل يتفقون، لانه هم شراكه، اليوم هم شراكه ومسؤولين عن اولاد. تشوفين مع الاسف هذا اللي ترفت لايتي، تروحين تشوفين العديد من الاطفال اللي هم ضحيه طلاق وأيتام، ويعني صراحة البلد هو ما محتاج يعني مشاكل أكثر، زين؟ فلو الناس مثلاً تقرأ، تدخل هاي الورش، تدخل هاي الدورات، الإعلام هو السلطة الرابعة. يعني إحنا أكو عدة سلطات بكل دولة، القضائية، التنفيذية، التشريعية، الإعلام هو السلطة الرابعة، زين؟ هاي اللقاءات إحنا سوينا لقاء، لو كل شخص يسمع هاي اللقاءات مثلا من هذه الناحيه راح يستفاد اسرتين ثلاثه، دعم يعني يراد لها دعم توجه اعلام، لانه حتى تنتشر بالاعلام، تنتشر بالتواصل الاجتماعي. يعني هواي عندنا مستشارين مثل ما قلتي بالقضايا الزوجيه، بالاسريه، بالحفاظ على الاسره، الباحثين الاجتماعيه. احنا كل سنه يتخرج الاف بهذا الاختصاص، مع الاسف وما ماكو اي فرص، يعني تعيينات ماكو، مع العلم انه احنا يقدر يمارس بدون تعيين ايضا، اذا يفتح له ورش، اذا ممكن يسوي دورات، يعني ما عنده دعم يعني لهذه يعني انا وزملائي يعني صار تقريبا والله 7 سنوات ويلوموني هواي، يقول انت ليش يعني انا ما احكي عن نفسي حتى عن زملائي، يلوموني انه انتم شلون تشتغلون بصوره مجانيه؟ من باب حرقتنا وحرصنا على البلد، احنا دا نصرف من جيبنا في سبيل ان احنا نوعي البلد، نوعي الناس، لانه احنا دا نشوف مجتمعنا يعني مع الاسف بالانحدار. يعني نعم، احنا يمكن هو طلعنا على الموضوع، لكن هو هذا الكلام صحيح، احنا نحتاج يعني مثل هذه الحاله وغيرها تحتاج دعم، تحتاج الى تثقيف الاسره. يعني لو كان عندها ثقافه معينه، الام لو كان عندها هذه الثقافه من البدايه ما وصلت بتها لهذه التعدديه وهذه الحاله النفسيه الخطره. مو فقط الام والاسره، هذه الحاله تحتاج الى طبيب نفسي حاليا. طبعا شوفي اليوم يعني يا ريت تنطوني مجال انه احلل شخصيتها على السريع، لان انا حللتها شخصيتها من ناحية نفسية، عندها اضطراب نفسي. شوفي هي ارجع واقول لك انه وصفت نفسها انه هي جميلة، زين؟ شنو الفائدة انه هي جميلة وهي ما عندها ثقة بنفسها؟ يعني كل الصفة الامور والسلوك اللي هي قامت به يوحي انه هي انسانة ما عندها ثقة بنفسها. ليش؟ لان انا اليوم من اسوي علاقة واحد واثنين وثلاثة، اريد اسمع كلمة حلوة من هذا، اريد تجيني رسالة غرامية من هذا، اريد احس نفسي انه انا محط انظار الجميع. فهذا الملل هو اللي يعني من الاسباب اللي خلتها انه تبحث عن تعدد العلاقات. عدم وجود الامان، اليوم الرجل ارجع واقول لك انه هو عنده اهداف يعني عذرا خلينا نقول الجنسيه، يبدي مثلا من يشوف الضحيه ان هي ما حاسه بالامان، يبدي شنو يبين لها انه اني راح احميك، اني ظهرك، اني سندك،
يبين نفسه ويبين عضلاته، مجرد ما انه هو هي راح تحس بالامان، مجرد ما انه هو يحصل على الشيء اللي يريده بعد هذه الوعود والكلمات والعضلات بعد ما راح تلقاها. ليش؟ لانه هو كان عنده فد غايه وهدف، زين، افتقارها للامان، افتقارها للتربيه الصحيحه، افتقارها للتقرب من رب العالمين. اليوم هي تبحث عن مواصفات معينه. اليوم احنا بدل ما نروح للسحره، اريد احنا طبعا بس موضوع السحره لحلقه كامله فعلا. السحره حتى يسهل امرها، هو احنا نعرف من اللي يسهل امورنا؟ رب العالمين. اليوم هي من راحت لشخص هو عاجز على انه هو يخلق جنح ذبابه، صحيح؟ شلون راح يسخر الجن مده ويبدي هذا الشخص؟ يعني انا اليوم دائما اقول الانسان المعتز بنفسه ما يروح يلجئ لهذه، يعني يجذب فلان من الناس. انا اللي يريدني بلا بعيوبي، يريدني بشكلي، يريدني باموري كلها، مو اروح اني مثلا اسوي اعمال حتى اجذبه الي. هاي شغله مؤقته يعني، زين. فهي التجأت لطرق مع الاسف محرمه، طرق لا اخلاقيه. واتمنى انه هي تقف وقفه جاده مع نفسها، واذا امها هم سمعت الكلام الانسان ممكن يتغير. يعني الانسان ممكن يتغير، لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. اليوم اذا هي قررت، ارجع واقول لك، وقفه جاده انه هي تغير نفسها، رب العالمين حيساعدها بهذا الشيء.